يا لها من معركة جنونية، مواجهة نارية وحماس لا ينتهي. أعتى خبراء القتال لم يتوقع أن يسير النزال بهذا الشكل. قلتها من قبل، هذا النزال لن يكون عاديا، وذلك ما حدث بالفعل. تابعوا هذا المقطع الشيق حول صدام إسلام ضد فولكانوفسكي. جرى أخيرا نزال على لقب الباوند فور باوند، أفضل مقاتل UFC في العالم، بين بطل الوزن الخفيف الداغستاني إسلام مخاشف وبطل وزن الريشة الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي، وكانت مفاجأة مدوية على غرار جميع قمم الفنون القتالية التي تلقى ترويجا كبيرا جدا. هذا النزال لم يلقى الترويج الكافي، لكن مستواه كان صادما. قمم كثيرة يتم الترويج لها، لكن يكون المستوى لا يرقى للمطلوب. إلا أن هذا النزال، وصراحة UFC يجب أن تلام على هذا الأمر. قمة إسلام وفولكانوفسكي صدمتنا جميعا وجعلتنا نستمتع طيلة أشواطها. كذلك كان هناك احترام كبير بين المقاتلين ما إن بدأ النزال حتى تحول إلى ندية كبيرة وشراسة زائدة. هذا القصير الأسترالي المكار يتحول لقنبلة منفجرة كلما حاول إسلام التقرب منه، ثم يتحول لسد منيع جدا كلما اختار الداغستاني الأوبشن الثاني وهي المصارعة. صراحة إسلام وجد نفسه أمام غياب لحلول كثيرة، كذلك أمام عزيمة كبيرة جدا لهذا الأسترالي الفتاك. هذا ما كانت تحلم به جماهير أوليفيرا أن يقع، لكن فولكا قدم مستوى كبير جدا وضرب مستويات المقاتلين الآخرين بعرض الحائط. دعونا الآن ندخل في تحليل النزال. النزال دام لمدة 5 جولات كاملة. لن أطيل عليكم كما عودتكم على الخلاصة ثم الخلاصة. ما حدث بالفعل هو أن إسلام طيلة الـ4 جولات كان مسيطرا بشكل تام. السبب هو تلك الرغبة الكبيرة التي كانت لديه في أن يبهر العالم ويجعل الجميع يعترف بمستواه كأفضل مقاتل في العالم. طيلة الـ4 جولات حاول إخضاع فولكا أو إسقاطه بالضربة القاضية، لكن ما جعل النزال يطول كما قلت هو محاولة إسلام إثبات نفسه حتى في القتال وقوفا. كذلك يرغب في اعتراف الجماهير أكثر من الفوز بحد ذاته. ما يثبت كلامي هذا هو أنه في إحدى لحظات النزال تعرض إسلام لضربة قوية على مستوى منطقة الحوض، وهي منطقة خطيرة لدى الرجال، يعني الألم هناك تشعر به حتى لو كانت الصدمة بسيطة. إسلام إذا لاحظتم عندما طلب منه الحكم التوقف للاستراحة، إسلام رفض ذلك، يعني كان على وجهه الرفض، وطبعا له الحق في ذلك، لأنه لو كان توقف وأخذ وقت مستقطع ليستريح فكان سيكون هناك استهجان جماهيري كبير للغاية بقاعة بيرث في أستراليا. لكن على العموم يبقى ما فعله فولكانوفسكي جنوني. صدمني صراحة إسلام من قوته على الوصول نحو وجه فولكانوفسكي، رغم أن الأخير ذراعه أطول. لم يصدمني صراحة الأسترالي بذلك المستوى وقوفا، لأنه أصلا قوي جدا في القتال وقوفا، أيضا طول ذراعه كبير، يعني أطول من إسلام بسنتيمتر واحد تقريبا. كذلك هو أسرع في الملاكمة وقوي في حركة الأرجل أو الفوتورك، يعني يتحرك بقوة. لكن إسلام صراحة أبهرني بقوته على الوصول نحو وجه فولكانوفسكي في كم من مناسبة، وكانت لكمته مؤثرة. في حين صدمني الأسترالي صراحة أنه وقف سدا منيعا أمام المصارعة الداغستانية التي لم يعرف لها العالم حل لحد الساعة. لكن هذا القصير الأسترالي صراحة أبهرني جدا بأنه استطاع أن يفلت من إخضاع، ووجد إسلام نفسه غير قادرا على إخضاعه. طبعا قصر فولكا كذلك قصر رقبته جعل إسلام حائرا جدا في مسكه، يبدو كالسلحفات ما إن تلامس وجهها حتى تدخله مباشرة. هكذا كان يفعل فولكا. إسلام وجد نفسه غير قادر تماما. كذلك خطة ذكية جدا كانت من الأسترالي أنه لا يحاول النهوض، يعني عندما كان إسلام يحاول تثبيته كانت خطته ذكية. لو كان قد نهض سيمنح للداغستاني فرصة ثانية من أجل إحكام قبضته، لكنه كان لا ينهض، بل بالعكس لديه ظهر عريض وكبير يقوم باستغلال ثقله، يعني يقوم باستغلال حجم ظهره وكذلك ثقله من أجل أن يضعه كاملا فوق إسلام، وبذلك إسلام يحاول الإخضاع ثم يواجه ثقل فولكا في نفس الوقت، والمهمة كانت
كانت صعبة للغاية وفشل فيها إسلام. هذا فعلا ما حدث. لم أتفاجأ من إعلان فوز إسلام مخاشف لأن الأمر كان واضحا، لكن ما جعل الأمور تتغير نحو استهجان الجماهير هو الجولة الخامسة. صراحة الجولة الخامسة تألق فيها ألكسندر فولكانوفسكي وكان قريبا من الإطاحة بالداغستاني. لكمات قوية جدا، حتى لكم أن تشاهدوا وجه البطل، يعني اللكمات كانت مؤثرة جدا في وجه إسلام مخاشف. فولكا لم يرحمه في آخر ثواني النزال. لكن ما جعل هذا الأمر يحدث هو أن الداغستاني وجد نفسه أمام خيارين، يا إما الحفاظ على الفوز وضمانه، يا إما المغامرة. لكنه اختار ضمان الانتصار، يعني فضل أن يبقى صامدا في الجولة الخامسة ولا يبادر نحو تبادل اللكمات الذي سيكون في صالح الأسترالي بطبيعة الحال، لأنه لم يخسر شيئا وأن الأربع جولات الأولى في صالح الداغستاني. وبذلك كان من الواجب على إسلام باختيار حكيم وذكي أن يحافظ على الفوز ولا يغامر ثم يخسر كل شيء. لهذا أقول لكم أن فوز إسلام مستحق 100%، وكل الاحترام لفولكانوفسكي على رجولته وكذلك روحه الرياضية الكبيرة جدا، من أروع النزالات التي شاهدتها في حياتي لحد الآن. صراحة نزال سيظل خالدا في ذكرى الفنون القتالية المختلطة. لقد عشنا التاريخ مع إسلام وفولكا، فتحية كبيرة لهما. أما بالنسبة للجماهير الأمريكية وبعض المقاتلين الأمريكيين المشهورين والمنفوخين إعلاميا، عفوا على هذا التعبير، لكن أقول الحقيقة سأكون معكم صادقا. الآن الكثير من الألسنة تطول والكل يتحدث ويتفوه بكلام غريب وليس صحيحا تماما وكلام عاطفي لغير. أعلم عنصرية الجماهير الأمريكية والجماهير التي ضد المقاتلين الداغستانيين، دائما يتكلمون بالعاطفة وكذلك كلام غير منطقي نهائيا. مثلا صافرات الاستهجان تلك تجدها حتى في تعاليق مواقع التواصل، وكلام غريب وتفاعل على التعليقات لشيء أصلا لم يحدث. لكن الكذبة تبقى كذبة والحقيقة تبقى حقيقة، والحقيقة أن فوز إسلام مستحق. الآن هو الأول على قائمة الباوند فور باوند، أفضل مقاتل في العالم، الأفضل في جميع مقاتلي UFC. إنجاز كبير جدا. وسأضيف بعض اللوم على رئيس المنظمة دانا وايت الذي كان يدعي نفسه قد نسي اسم البطل إسلام. كذلك UFC لا تعير اهتماما كبيرا لهذه القمة، فكل ما حدث غريب صراحة، في حين نجد هناك إلمام إعلامي كبير جدا وتسويق غير مسبوق لقمة فيها كونر وتشاندلر. بالله عليكم، هل تشاندلر ضد كونر أهم من إسلام ضد فولكانوفسكي؟ إليكم هذا التساؤل. غريب جدا أقسم بالله، حتى أن تشاندلر يوم أعلن نزاله ضد كونر وهو يقوم بتنزيل صور ومقاطع ويقوم بلقاءات صحفية كل يوم وكأنه لم يصدق الأمر وكأنه طفل. صدقوني، يعني العقلية التي وصلوا بها غريبة وغريبة جدا. لا أعلم أين يسير عالم القتال، لكن المعايير متقلبة بشكل كبير. لدي رسالة للمتابعين الأوفياء، أنه بطولة UFC، إدارة UFC تقوم بشن حملة كبيرة جدا على روابط البث المجانية، يعني تحارب الروابط بشكل كبير وكبير جدا، حتى أنه في هذه القمة كانت أكبر هجمة لإدارة UFC على الروابط. كذلك رفعوا قيمة المشاهدة عبر الدفع إلى فوق $80. هذا الأمر شهد ردا جماهيريا قويا والكل كان رافضا للأمر، لكن UFC تفرض ما تريد وبذلك نقوم بتوفير الروابط. إلا أن هذه الهجمة لم تقم بشنها منذ الأول، لأن أصحاب الروابط كانوا يجدون الفرصة في تبديلها، لكنهم قاموا بذلك مباشرة فور بداية النزال الرئيسي لكي يكون الكل منشغلا ولا يستطيع أصحاب الروابط تبديلها بسرعة. لذلك أعدكم المرة القادمة بحلول أفضل إن شاء الله. فقط ادعمونا، ادعمونا بقوة وسنكون عند حسن ظنكم دائما إن شاء الله. أريد رأيكم أنتم في نزال إسلام ضد فولكانوفسكي، أجيبوني من خلال التعليقات التي أتفاعل معها بالتأكيد. لا أوصيكم بالاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك وضع إعجابكم وتعليقكم بالمقطع لينتشر بين محبي القتال. كان معكم أمين، إلى اللقاء.